في الشأن الدولي، بدأ الناخبون النمساويون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة وسط توقعات بتراجع اليمين المتطرف وفوز حزب الشعب بزعامة المستشار السابق سباستيان كورتس بالأكثرية. يحق ل 6.4 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في مقاطعات البلاد التسعة لانتخاب 183 عضوا بالمجلس الوطني البرلمان، وذلك في انتخابات مبكرة عقبت فضيحة فساد ضربت الحكومة السابقة. نوايا التصويت بتشير إلى أن نسبة التأييد لكورتس تتراوح بين 33 و35%، أعلى بنقطتين ونصف من انتخابات عام 2017 مقابل 23% فقط للاشتراكيين الديمقراطيين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي النمساوي. من فيينا ينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى عبد الله مدير مكتب جريدة الأهرام في النمسا. أستاذ مصطفى أهلا بحضرتك. اهلا بك استاذه ايمان واهلا بالساده المشاهدين الكرام الاكسترن. لماذا عادت، يعني من خلال طبعا متابعتك لمجريات الاحداث، لماذا عادت شعبيه سباستيان كورتس لهذا بهذا الشكل؟ يعني في رايك هل رفضا لليمين المتطرف؟ هو بالتاكيد هناك رفض شامل لليمين المتطرف بسبب يعني عدائه للاسلام وللهجره وللاجئين، ولكن لم يتمكن التحالف بين كورتس واشتراخه اللي هو تم تشكيله في خريف 2017 بتنفيذ سياسه مناهضه للهجره من الصمود، خصوصا امام القنبله الاعلاميه اللي حصلت واجبرت نائب المستشار على الاستقاله. ولكن رغم اطاحه البرلمان به بعد هذه الفضيحه نجح كورتس في الحفاظ على شعبيته، لأن كانت تلك هي المرة الأولى اللي بيسحب فيها برلمان الثقة من مستشار نمساوي في تاريخ النمسا على السواء. النوايا زي ما حضرتك بتقولي بتشير إلى أن نسبة التأييد لكورتس أعلى بنقطتين ونصف من انتخابات عام 2017، يعني بين 33 و35%. وما تداعيات تراجع اليمين المتطرف في النمسا اذا تراجع بالفعل في علاقاته مع الدول او علاقه النمسا مع الدول الاوروبيه وعلاقته ببعض الملفات الشائكه اللي بيختلف فيها اليمين المتطرف او رؤيه اليمين المتطرف؟ هيبدا اليمين المتطرف في الحاله دي يتراجع في جميع الدول الاوروبيه، لان حضرتك عارفه ان اليمين المتطرف كان حصل له عملية نهوض في الاتحاد الأوروبي عموما، ولكن بعد كده ولذلك في الفترة الحالية دعاة حماية البيئة اللي هم جهاء اللي هم حزب الخضر اللي بيفترض انهم بيعودوا للبرلمان بعد انتخابات اليوم بيستعدوا للحوار مع المحافظين والليبراليين من حزب النمسا الجديد والمنتدى الليبرالي اللي هم سموه نيوز، فده يعني بالتالي هيحاول يقلل من نشاط الحزب اليميني المتطرف اللي هو كان بيقوده اشتراخه ودلوقتي بيرأسه نوربرت هوفا، يحاول يحسن منظره بأي طريقة، ولكن للأسف لم يستطيع لأن عداؤه يعني واضح للجميع، ليس للمسلمين فقط ولكن لجميع المهاجرين وجميع اللاجئين. شكرا، الدول الأوروبية. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى عبد الله مدير مكتب جريدة الأهرام في النمسا على هذه المعلومات.